هناك مفاهيم جراحية مغلوطة لدى كثيرا من الناس بسبب إن المريض بيبص على مريض أجرى عملية غير ناجحة وما بيبصش على المرضى اللي عمل عمليات جراحية ناجحة. لو احنا بنتكلم على العمود الفقري مثلا، لو انت ماشي في الشارع ولقيت 100 واحد ماشي، انت مش هتبص غير على اللي ماشي ظهره محني او بيعرج. ليه؟ ده الطبيعي. ممكن في 100 واحد دول يبقى فيه 3 او 4 عاملين عمليات جراحية، 2 منهم العمليات نجحت والمريض ماشي طبيعي جدا انت مش هتشوفه، واحد عمليته فشلت ماشي بيعرج او بيتني ظهره فانت هتبص عليه. عايزين نقول يا جماعة ان احنا لو بنعمل العملية بالتقنيات الحديثة وبالاسلوب الحديث وانا كمريض توجهت الى المكان الصحيح في الوقت المناسب، الصورة دي هتكاد تبقى اتنسفت من لدى الناس ومن لدى المجتمع بتاعنا. رسالتنا ان احنا نحسن من اداء العمليات الجراحية، نحسن من اداء المريض بعد العملية الجراحية، نعيد الى الناس الثقة في العمليات الجراحية ومفاهيمها وطرق إجراءها. ولكن دايما بنقول ان دايما الذهاب مبكرا الى الطبيب ده بيحقق نسبة تكاد تصل الى نصف نسبة النجاح.